إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أقسم الله عز وجل ببعض أيام الزمان وأقسامه، فقال سبحانه وتعالى: والعصر، وقال سبحانه وتعالى: والفجر، وقال سبحانه وتعالى: والضحى. وإن دل هذا فإنما يدل على عظم الوقت والزمن الذي يعيشه الإنسان، ولذلك أقسم الله عز وجل به، ولا يقسم الله عز وجل إلا بأمر عظيم. هذا الزمن الذي تعيشه نعمة من نعم الله عز وجل، ومن هذه النعم داخل الزمن نعمة الفراغ، أن يعطى الإنسان في حياته وزمنه فراغاً يتفرغ به من أشغال الدنيا، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من حرم منها. كم من الناس يعيشون بلا فراغ لأن أعمارهم تكدح كدحاً في طلب الرزق، فما بين رجل يعمل عملين يطلب الرزق، عمل في أول النهار وعمل في المساء، لا يكاد أن يرجع إلى البيت إلا وهو في قمة التعب وغاية الإرهاق، ينام في البيت فقط، فإذا أصبح ابتدأ الحياة الجديدة. وإما رجل عمله شاق لا يستطيع أن يقوى أن يزاول أي عمل بعد هذا العمل الشاق، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الفراغ نعمة. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. سمى صلى الله عليه وسلم الفراغ نعمة، أن تجد وقتا وزمنا فارغا تستطيع أن تقضي به بعض نوافل العبادات وبعض الزيارات وبعض الأعمال وبعض الأمنيات وبعض الرغبات والأهداف التي تريدها، إما أهداف ورغبات تخدمك في دينك، أو أهداف ورغبات وأماني تعود عليك بالنفع في دنياك. واعلم أيها العبد أنك ستسأل بين يدي الله عن هذا الزمن وعن هذا العمر الذي عشته. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الأمور التي يسأل عنها: عن فراغك قبل شغلك. هذا الفراغ ستسأل عنه، هذا العمر ستسأل عنه، وعن شبابك تسأل عنه. العمر زمن والشباب زمن، ولذلك الناس ما بين غانم وما بين غارم، ما بين رابح وما بين خاسر. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. كلمة اغتنم معناتها إما الناس غانمون أو الناس غارمون، إما غانم ورابح أو خاسر ونادم. اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. كل هذه اغتنمها، إذا ما اغتنمتها تعود عليك بالضرر والندم والخسارة. ومن أشكال الفراغ هذه الإجازات، أن يتمتع الإنسان بإجازة.
إما رب العمل وله عمل، وإجازته من رصيد إجازاته، نظام العمل يعطيك رصيدا من الإجازات تتمتع بها، أو يكون طالبا من الطلاب، أو يكون طالبا من الطلاب، أو يكون طالبا من الطلاب له رصيد من الإجازات في زمن العطلات. نحن بحمد الله عز وجل نعيش في هذه النعم، نعم وجود الفراغ. ولذلك ينبغي العاقل أن يستغل فراغه بما يعود عليه بالنفع في دينه أو دنياه. قال سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من الأعباء والالتزامات التي على عاتقك فانصب بين يدي مولاك صلاة وعبادة وذكرا وسجودا وركوعا. فينبغي العاقل أن يغتنم هذه الأوقات وزمن الإجازات والعطلات بما يعود عليه بالنفع. وانظر إلى سلف الأمة كيف كانوا يعتنون بأعمارهم وأوقاتهم ولا يضيعون مثاقيل الذر من الدقائق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت فيه شمسي، قصر فيه أجلي، ولم يزد فيه عملي. يوم مر من عمري ما استزدت من الأعمال الصالحة فيه شيئا. وهذا الحسن البصري يقول رحمه الله: أدركت أقواما هم على أعمارهم أحرص منكم على دنانيرهم. العمر عنده والزمن أثمن وأغلى من الدنانير والدراهم. واعلم أيها العبد، أعلم أن الشباب ما بين غانم وما بين خاسر، والذي يذوق طعم الخسارة هم الأولياء والآباء والأمهات، إن فرطوا في إعانة أولادهم وأبنائهم وبناتهم في استغلال زمن هذه العطلات وزمن هذه الإجازات بما يعود عليهم بالنفع. لزاما عليك أيها الأب، لزاما عليك أيتها الأم، أيها الولي، أن تشارك وتساهم وتتابع وتحاسب مع أبنائك في استغلال أعمارهم. من المحزن جدا أن ترى البيوت في زمن العطلات لا يرى الآباء الأبناء، لأن نظام النوم تغير في هذا البيت، أصبح الليل نهارا والنهار ليلا، أصبح وقت النوم الشباب يسهرون إلى بداية الضحى ثم ينامون إلى أنصاف الليالي، الأب يدخل ويخرج ولا يرى أبناءه، تمر عليه الأيام ذوات العدد أيام الطويلة ولا يرى بعض أبنائه معه في نفس المسكن، لأن نظام النوم تغير وأصبح البيت كالفندق، ينام متى ما شاء ينام ويسهر متى ما شاء يسهر. يسهر الأبناء، أين يسهرون؟ لا يعرف الآباء. مع من يسهرون؟ لا يعرف الآباء. كيف يقضون هذا السهر؟ لا يعرف الآباء. وبعد ذلك يفاجئ الآباء بانحرافات دينية أو انحرافات دنيوية في أبنائهم. وانظر إلى هذه الاستبيانات التي تعقدها بعض الوزارات المتخصصة في متابعة الأحداث ومن سلك هذا المسلك ودخل السجون. نسبة كبيرة جدا وليست بالقليلة من أسباب الانحراف، انحراف الإدمان أو المسكرات أو السرقات عند بعض الشباب، نسبة كبيرة من الأسباب ترجع إلى الفراغ. فراغ ما استطاع الابن أن يوظف هذا الزمن وهذا الفراغ في التوجيه الصحيح، لا مشاركة من أب، لا مساهمة من أم، وليس عند الابن هذا العلم الذي يعرف خلاله كيف ينمي فراغه. بل حتى الانحرافات الدينية، هؤلاء المفجرين والمفخخين المنحرفين، جزء من أسباب انحرافهم هذه الساعات الطوال التي يقضونها أمام شاشات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. باعترافاتهم هم أن أول خيط وأول سلم وأول خطوة من خطوات الانحراف كانت عن طريق وسائل التواصل.
ولن يجد المفسدون ولن يجد المنحرفون أسهل من شاب أو شابة يقضي عمرا طويلا من وقته أمام هذه الشاشات وأمام هذه الوسائل ساعات طوال منوعة خلال اليوم. لن يجدون والله لن يجدوا أسهل من التأثير والتغيير في أفكار هؤلاء الشباب والشابات في غياب الوعي الأبوي. ونحن بحمد الله عزوجل في هذا البلد الطيب الدولة سخرت والدولة سمحت للجان الخيرية والمراكز الصيفية أن تقوم بدور المحاضن التي تحضن الشباب والشابات في كل ما يعود على هؤلاء بالنفع. حلقات التحفيظ منتشرة ومتواجدة، حلقات تحفيظ السنة وتعليم العلم الشرعي منتشرة ومتوافرة، حتى فيما يتعلق في الأمور الدينية تعليم السباحة، تعليم ألعاب الكمبيوتر، تعليم بعض المهن، أي مهن، مهن العلمية، مهن الكهرباء، مهن الصناعة، مهن الديكور، كلها موفرة وأشبه ما تكون بالمجانية أو قريب من المجانية. بحاجة الآباء إلى الأبناء إلى فقط توجيه. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أرى الشاب يعجبني، شوف شاب يعجبه منظره ومشيته ومنطقه يعجبني، فأسأل عن مهنته، مو المقياس المنظر عند عمر الخطاب ولا الزينة ولا الكشخة ولا النسفة، قال فأسأل عن مهنته وصنعته، ماذا يتقن هذا الشاب، ما الذي يعرفه؟ فإذا قيل لي لا صنعة له ولا منها مهنة، يعني ما في شيء يتخصص فيه، قال سقط من عيني. شاب ما في شيء يتقنه، شاب ما في شيء يعرفه إطلاقا. بعض الشباب لا يعرفون إلا متابعة المباريات والأزياء والموضة، الساعات الطويل الطويلة من أعمارهم تقضى متابعة لهذا، لا نفع في دين ولا نفع في الدنيا. نحن مقبلون على إجازة طويلة، ينبغي أن يتشارك كل أفراد وأعضاء البيت والمسكن والمنزل في توجيه هذه الإجازات لما يعود بالنفع عليهم وعلى أبنائهم. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أكثر ما تقضى به أزمنة الفراغ والإجازات عند كثير من الأسر والشباب والشابات السفر، وينبغي أن يعلم أن السفر بين حلال وبين حرام، فاحذر أيها الأب، احذر أيها الشاب أن تسافر سفرا إلى معصية، حتى لو لم تقصد المعصية لكن أحيانا تتوافر وتتكاثر المعاصي في بيئة معينة أو مكان معين أو دولة معينة أو قرية معينة أو مكان معين، فاحذر ألا تعرض نفسك للفتن وإن كنت صادقا في نيتك، فالسلامة لا يعدلها شيء، سلامتك في دينك ودنياك لا يعدلها شيء. وكم من الناس ممن نعرف ولعلكم تعرفون اصطيدوا في مواقع الشبهات والمعصيات في السفر، والله نعرف من سافر صالحا وعاد فاسقا، ركب الطائرة وهو صالح، ركب الطائرة عودة وهو فاسق فاجر، انحرف في أخلاقه ودينه وسلوكه وعفافه في زمن السفرة. أماكن الاصطياد الشباب والشابات، فاحذر أيها الأب أن تسمح لأبنائك أن يسافروا سفرا محرما أو مع شلة أو شباب لا تعرف من دينهم ولا أخلاقهم شيئا، هذه مسؤولية الشاب ومسؤولية الولي. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى
أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أرادنا والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وخذ بنواصيهم ونواصينا لما تحب وترضى، إنك ولي ذلك والقادر عليه. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أقيموا الصف ولا تختلفوا، قدم بالقدم والمنكب بالمنكب، فإن تسوية الصف من حسن الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله. سمع الله لمن حمده. اللهم ارحمنا. الله. الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.